إذا بلا شك مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يكون استهلاك الكهرباء والماء متزايد، حتى وصلت مؤشرات الأحمال الكهربائية إلى أرقام قياسية مؤخرا. أكيد مشاهدينا، لكن مع ذلك يعني حملات الترشيد هي مستمرة في نشاطها من قبل فريق التواصل الاجتماعي لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لتوعية المواطنين وكذلك المقيمين على حد سواء بضرورة ترشيد استخدام هذه الطاقة. كنت هتكلم أكثر حول هذا الموضوع. معنا في الاستوديو المهندسة خديجة عبد الرضا مشاري، رئيس فريق التواصل الاجتماعي بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. يعطيك العافية أستاذة على وجودك معنا اليوم في برنامج العالم هذا الصباح، أهلا وسهلا فيك. الله يعافيك. يعني الدكتورة خليل، أستاذة، نتكلم عن الأسباب الرئيسية. بدون شك إحنا نتكلم عن درجات حرارة عالية في الكويت في الصيف خصوصا هذه الأشهر، إذا استهلاك الناس للكهرباء، الضغط بسبب الرغبة بالحصول على درجات كافية من البرودة من التكييف تسبب ضغوطات وحمل وأحمال على الطاقة الكهربائية عندنا بالكويت. نتكلم عن هذه الأسباب، تراكمها وتعامل الناس معها خلال هذه الفترة. طبعا مثل ما ذكرتي قبل شوي ان ارتفاع درجات الحراره وزياده الاحمال هم يعني يمشون بخط متوازن، علاقه طرديه ما بينهم. بمجرد ما ترتفع درجات الحراره راح ترتفع الاحمال. مثل ما ذكرتي قبل شوي ان الكل يبي يحصل على الجو المناسب له من درجات الحراره، فنقدر نقول ان اليوم بالكويت 70% من انتاج الكهرباء يذهب الى التبريد بشكل عام. فاكيد زياده درجه الحراره قاعده تزيد الاحمال، زياده الاحمال تاثر على الشبكه الكهربائيه احيانا، لكن احنا دائما يعني نعول على وعي المستهلكين و عملاء وزارة الكهرباء والمياه وكيفية استخدامهم واستهلاكهم للكهرباء بمسؤولية. طيب مهندسة خديجة، يعني في سؤال يطرح وينقال دائما، يعني هل بالفعل مثلا تكييف البيت لا تخلونه مثلا 18 خلوه 22 او 24 اساس انه ما يزيد الحمل على الكهرباء؟ هذه معلومة دقيقة ولا غير صحيحة؟ لا فعلا، كل ما قللنا من يعني خليني اشرحها لك بشكل بسيط. انت لما تحط التكييف على 18 فتخلي الكمبريسر للتكييف يشتغل بشكل اكبر او بعدد ساعات اكثر وبطاقة اكبر، فراح يصرف طاقة كهربائية اكثر. فبالنهاية فعلا راح يستهلك طاقة كهربائية بشكل اكبر، وايضا الجهاز نفسه يعني أجهزة التكييف نفسها راح نقدر نقول تصير ذو مدى قصير انها لانها اشتغلت عدد ساعات اكثر من المفروض ان اللي هي تشتغلها باليوم الواحد. طيب مهندسه، يعني دورك في فريق التواصل الاجتماعي في وزاره الكهرباء والماء، شنو دوركم بالضبط؟ يعني هل الفلاشات تنفع اللي يسوونها او يعني عملكم فقط من انستغرام وتويتر؟ يعني كلمينا عن دوركم بشكل اكبر. طبعا فريق التواصل الاجتماعي فريق متكامل يعمل على إدارة حسابات التواصل الاجتماعي، إنتاج المواد التوعوية، الإعلانات، في عندنا أيضا موضوع يعني في نوع من الشفافية العالية ما بين العميل وبين الوزارة، بحيث ان احنا ننشر ايضا حتى الانقطاعات فور حدوثها، وايضا لطمأنة العملاء ان الوزارة متواجدة والوزارة عارفة بهذا الانقطاع، ونقوم يعني عشان حتى نخفض من عدد الاتصالات وعدد الشكاوي اللي راح ترد اذا في انقطاعات كبيرة صايرة. ايضا هناك اعلانات مثلا جداول الصيانه الدوريه ايضا يتم الاعلان عنها بمواقع التواصل الاجتماعي، فاحنا ننشر وايضا نتابع كل ما يرد لنا من شكاوي او اقتراحات او غيره. طيب خلينا نتكلم عن هذه النقطه استاذه، اذا كنا نتكلم عن اليه استجابتكم لشكاوي العملاء، طريقه تعاملكم معهم كوسائل تواصل اجتماعي، وسائل الاجتماعي، شلون ممكن ان احنا نتواصل معكم ونعطيكم نقدر نقول شكوى او بلاغ عن موضوع بخصوص هذا الشيء؟ قبل لا اتكلم عن منصات التواصل الاجتماعي الخاصه بالوزاره، انا حابه اقول ان الوزاره عندها اكثر من وجهه للتواصل معها. اليوم بخصوص عندنا الشكاوي. اي نعم. اليوم عندنا
مركز اتصال موحد 152، هني ممكن ان الشخص يتصل في حال عنده مشكله بانقطاع تيار كهربائي او المياه او شاف مشاكل بالاناره، اي مشكله خاصه في المنظومه الكهربائيه والمائيه يتم تقديم الطلب بالشكوى عن طريق رقم الاتصال 1152. ايضا اللي مو حاب يتصل في عندنا ابلكيشن اسمه MEW 152، ايضا موجود على جوجل بلاي وعلى ابل ستور، ممكن انه يحمل التطبيق ويقدر هنا في يعني فيتشرز زياده بالتطبيق اللي هو ممكن انه يرفق صوره مثلا شايف بايب مكسور بالشارع، يرفق الصوره اللوكيشن، يحدد لنا اللوكيشن عن طريق الابلكيشن، فيقدر ايضا يقدم شكوته عن طريق التطبيق. MEW.152 لا من غير دوت، MEW.152 اوكي MEW.152. هذا ايضا تطبيق خاص بالشكاوى. ايضا اليوم في عندنا مركز اتصال خاص بخدمات العملاء. اليوم عندنا احنا قطاع خدمات العملاء هو القطاع المختص في نظام العدادات والفواتير وغيرها من هذه الامور. اي خدمه يحتاجها العميل، كل الخدمات موجوده، جميع الخدمات اللي تكلمت عليها موجوده في موقع الوزاره، لكن في اشخاص ممكن يستصعب عليهم او مو متعودين للحين على الخدمات الالكترونيه بشكل كبير، يقدرون يتصلون على رقم 153 ويتم لهم انجاز المعامله الالكترونيه اللي موجوده بالموقع هاتفيا. شنو الفرق بين رقم 152 و 153؟ 153 مختص في خدمات العدادات وخدمات الفواتير. أوكي. يقدم العديد من الخدمات اللي مختصه في حساب الشخص اللي موجود عندنا في وزاره الكهرباء والماء. اذا 252 هو حق الشكاوي والقطاع الكهرباء والماء، 152 حق المساعده في انجاز المعامله الالكترونيه. اي نعم. نرجع نتكلم عن التواصل الاجتماعي لانه مهم جدا. لما نتكلم عن يعني المستهلك هو مثلا عارف الموضوع، عارف الترشيد وعارف يحتاج فقط تذكير، ليش ما يتم يعني استهداف فئة مهمة جدا في المستقبل هم فئة الصغار، حتى تكون ثقافة إذا ما وجدوا هذا الشيء في البيت من خلال الأولياء أمورهم، مثلا الأم والأب إذا ما كان عندهم الثقافة أن أنا أطفي الكهرباء إذا طلعت من الغرفة، أطفي الليت، أطفي التلفزيون، فهل عندكم هذه الفئة مستهدفة عندكم في تواصل الاجتماعي حتى توجهون رسالة نقول بعيدة المدى؟ بالنسبة لموضوع نبي نقول النشأ الصغير، بالعكس احنا عندنا توجه في الوزارة وعندنا ايضا في موقع الوزارة ركن الطفل، وحاليا يعني جاري التحضير للعديد من المواد التوعوية الخاصة بالأطفال، وسابقا ايضا قبل جائحة كورونا كان عندنا زيارات للمدارس بجميع مراحلها للتوعية، وهناك كان منهج بسيط يعني يتم شرحه للأطفال من خلال حصص النشاط اللي كانت في المدارس. إن شاء الله يعني راح نستمر أيضا في موضوعنا مع المدارس وراح نطور هذا الموضوع، وأيضا مستمرين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال موقع الوزارة لنشر التوعية. في نقطة أيضا بس كنت حابة أضيفها بالنسبة للتواصل مع العملاء كمنصات تواصل اجتماعي، كمنصات تواصل اجتماعي احنا اي شكوى ترد لنا هي اولويه اولى بالنسبه لنا. احنا مجرد ما نستلم الشكوى نحولها للجهات المعنيه للقطاع المعني سواء المياه او الكهرباء او غيره، ويتم متابعتها حتى يتم الانتهاء منها وابلاغ صاحب العلاقه ان تم الانتهاء من الشكوى، ونتاكد من العميل ان فعلا التيار الكهربائي رجع له او مهندسه ان الارقام موجوده حاليا على الشاشه اللي ذكرتها قبل قليل في حال يعني اهتمام المشاهد من مواطن ومقيم في هذا الامر، عنده رقم موجود، رقم الشكاوي او انقطاع الكهرباء والماء، وايضا رقم انجاز المعامله الكترونيا. تفضل مهندسه. فايضا يعني احنا دائما ناخذ الشكوى ونتابعها حتى نهايتها، ودائما في عندنا ايضا مثل ما ذكرت قبل شوي اللي هو التغريده الاستباقيه في حال حدث انقطاع لتيار كهربائي بحجم مثلا كبير او شيء نعلن عنه مسبقا في منصات التواصل الاجتماعي. يعطيكم العافيه على هذه الاعمال، وطبعا جزيل الشكر على وجودك معنا اليوم في برنامج العالم هذا الصباح وتوضيح هذه النقاط اللي فعلا مهمه للساده المشاهدين. مثل ما ذكرت اذا التوعيه جدا مهم في هذه المهمه للحد من هذه الانقطاعات التي قد نمر بها بسبب الاحمال التي تمر بها. شكرا جزيلا لك، كنت معنا المهندسه خديجه عبد الرضا مشاري رئيس فريق الاجتماعي بوزاره الكهرباء والماء والطاقه المتجدده. شكرا جزيلا لك. حياكم الله. مشاهدينا نطلع معاكم فاصل ونستكمل بقية فقرات برنامج العالم هذا الصباح، ابقوا معنا.